اهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات الموقع الاول واللي عم تقدمه قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو رفقاتنا رح نتحدث عن موضوع مهم الا وهو مشاركة الطابعة على الشبكة. لمشاركة الطابعة على الشبكة في إلها شكلين، اما تكون هي الطابعة متصلة باحد اجهزة الكمبيوتر على الشبكة تمام وليست متصلة بالسويتش أو بالراوتر. انتبه صديقي، هي متصلة بأحد الكمبيوترات وأنا عندي عدة كمبيوترات بالبيت أو بالمكتب الصغير أو بالشركة. بهدول الكمبيوترات بدي أبعت أمر طباعة ينطبع عن طريق هذا الكمبيوتر ويخرج هذا الأمر إلى الطابعة. بهي العملية أنا إذا كان عندي غرفة فيها 3-4 حواسب وعندي طابعة واحدة بوفر على نفسي شراء عدة طابعات تانية ووصلها على أجهزة الكمبيوتر. هذا أول مثال. وعندي كمان مثال تاني رح أذكره ألا وهو الطابعة متصلة على السويتش مباشرة، يعني الطابعة لها كابل شبكة متصل على السويتش وجميع الأجهزة كذلك الأمر بدها تطبع عليها، مثل هذا المثال كذلك الأمر. إذن الطابعة ليست متصلة بجهاز الكمبيوتر إنما متصلة مباشرة بالسويتش. بكلتا الحالتين أصدقائي رح أشرح عن هذا الموضوع بالتفصيل، وحبيت تحطكم بصورة مهمة جدا وملاحظة مهمة. إذا كانت هي الطابعة متصلة على هذا جهاز الكمبيوتر عن طريق كابل USB، لازم أثناء إعطاء أمر الطباعة من أي جهاز على الشبكة لازم يكون هذا الجهاز شغال إذا كانت متصلة به. أما إذا كانت الطابعة مثل هي الحالة متصلة بالسويتش مباشرة عن طريق كابل الشبكة، فما في داعي لأي جهاز حاسب يكون شغال إلا الحاسب اللي أنت عم تصدر منه أمر الطباعة عن طريق السويتش ومن ثم إلى الطابعة. بالبداية رفقاتي بتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتتركونا تعليق أسفل هذا الفيديو إذا كان عندك أي ملاحظة أو استفسار. الآن أصدقائي رح نقوم بإضافة طابعة على الشبكة موجودة بهذا الشكل أو بهي الطريقة. الطابعة غير متصلة بالكمبيوتر إنما متصلة بالسويتش مباشرة أو بالراوتر مباشرة، تمام؟ طبعا مثال تاني لحتى تكون الفكرة أوضح. الطابعة عندي إلى مخرج شبكة وليست USB متصلة بالحاسب، إلى مخرج شبكة متصل بالسويتش أو بالراوتر مباشرة. الطريقة بسيطة، بالبداية بروح على لوحة التحكم، من لوحة التحكم عرض الأجهزة والطابعات وبقول له من هون إضافة طابعة. طبعا رح يبحث ويلاقي لي كل شي طابعات متصلة بنفس الطريقة على الشبكة، فيني اختارها من هون وقول له التالي، أو إذا ما طلعت الطابعة بهذا المكان فيني قول له الطابعة التي أريدها غير مدرجة. طبعا انا منزل فيديو سابقا عن طريقة تثبيت IP داخل طابعة كروسيرا، وجميع الطابعات اللي بياخدوا كابل شبكة لهم شاشة وفيك تدخلهم IP داخلهم وتثبت لهم IP على الشبكة عشان وين ما رحت بقلب الشبكة الداخلية تختار الطابعة تبعك. انا رح اقول له اضافة طابعة باستخدام IP، بقول له التالي وبقول له 192.168.1.4. طبعا انا هذا IP اللي مثبته على الطابعة، بقول له التالي، وجد الطابعة وعم يقول لي يلا دخل التعريف تبعها. طبعا أنا ساحب التعريف سابقا وليكو 3010 آي اللي هي نفس رقم الطابعة، وفكيت الضغط عن لأنه هو بينسحب مضغوط، فكيت الضغط عنه وهي الدرايفر وعندي نظام التشغيل 64 وهي اخترنا التعريف وقلنا له موافق وطالع لي التعريفات المتوافقة مع الطابعة وهي رقم الطابعة تحديدا 3010 اي، هذا هو، بقول له التالي. انا كنت طبعا سابقا مثبتها، رح اعمل له استبدال برنامج التشغيل، اسم الطابعة هذا هو، رح يقول لي بدك تغير هذا الاسم، فيك انت تغيره تسميه على اسم معين ولكن انا بفضل يضل اسم الطابعة نفسه عشان تعرفها، بقول له التالي. هلا عم يتم تثبيت الطابعة، وبس ينتهي من تثبيت الطابعة رح نورجيكم شو رح نساوي. انتهى من تثبيت الطابعة اصدقائي. طبعا ما حق له مشاركة هذه الطابعة، ليش؟ لأنه الطابعة أساسا موجودة على الشبكة، أساسا لها IP ومشاركة جاهزة، تمام؟ لأنه هي ما حأعطي أمر أنا لهذا الكمبيوتر لحتى تطبع، بقول له عدم مشاركة هذه الطابعة وبقول له التالي، طباعة صفحة اختبار أو لا وبقول له إنهاء. صارت الطابعة موجودة عندي ضمن قائمة الطابعات وفيني أعطي أوامر للطباعة عن طريقها.
وهلأ مننتقل أصدقائي للطريقة الثانية بمشاركة الطابعة عن طريق كابل اليو اس بي إذا كانت متصلة بالكمبيوتر، ومشاركتها على نفس جهاز الكمبيوتر إنه نطبع من باقي الأجهزة عن طريق هذا الجهاز الكمبيوتر اللي شغال واللي متصلة الطابعة فيه عن طريق كابل اليو اس بي. بالبداية أصدقائي لازم كون أنا مجهز الكمبيوترات اللي عندي بربطهن على الشبكة بشكل صحيح، يعني أنا لازم أتأكد من أنه كل جهاز كمبيوتر عندي الساعة، انتبه الساعة موجودة أو يعني مضبوطة بشكل صحيح، انتبه لهذا الموضوع، وهذا له دور كتير كبير بتعريف الشبكة مع بعضها وتعريف الطابعة على الشبكة. هي أول ملاحظة مهمة جدا. رقم اثنين، طبعا أنا هلأ الشرح رح ساوي على ويندوز 7 مربوط بويندوز 10، يعني الطابعة مربوطة على ويندوز 10 واللي رح يطبع الجهاز البعيد هو ويندوز 7، وفيك تساوي العكس، يعني أنا هون عملت مثال على عدة أنظمة ويندوز إنشان يكون الشرح واضح. طيب إذا عندي الساعة مضبوطة بشكل صحيح، عندي اسم جهاز الكمبيوتر انتبه اسمه يكون مضبوط بشكل صحيح، وهلأ بدي انتقل لأهم نقطة اللي هي رمز الشبكة اللي عندي هون أو رمز الوايرلس، بعمل زر يميني عليه فتح إعدادات الشبكة والإنترنت، بنتقل لعند شغلة اسمها خيارات المشاركة، ونفس الشرح هذا رح أرجع عيده على ويندوز 7. طبعا ممكن يكون الصوت مكتوم بويندوز 7، يعني رح عيد الشرح ولكن بشكل سريع، ولكن هون رح اشرحه بشكل تفصيلي اكثر على ويندوز 10 لانه اغلب الاجهزه اليوم ويندوز 10. خيارات المشاركه طبعا موجوده بويندوز 7، رح لاحظ انه في عندي هون عده منسدلات خاص وضيف وكافه الشبكات، هدول كلياتهم رح فوت عليهم، تشغيل اكتشاف الشبكه، تشغيل مشاركه الملفات والطابعات، بسكر برجع بنتقل للي بعدها، تشغيل اكتشاف الشبكة، تشغيل مشاركة الملفات والطابعات، برجع لآخر واحدة كذلك الأمر، تشغيل المشاركة بحيث يتمكن أي شخص له حق الوصول إلى الشبكة من قراءة الملفات، هي ما لي شغل فيها. آخر واحدة إيقاف تشغيل المشاركة المحمية بكلمات مرور. انتبه صديقي، في ناس راح تقول لي يعني هذا شرحك غلط، هذا فيه مشكلة. أنا هون عم بشرح للناس اللي ما عنده خبرة نهائيا وما بدي فوتهم بتفاصيل صعبة، تمام؟ لذلك عم قل له عمل هيك وهيك وهيك عشان يوصل للي بده اياه باسرع وقت ممكن وباسهل شكل. طيب بعد ما خلصنا من هذا الشيء بنرجع بنعمل زر يميني فتح مركز الشبكه والمشاركه، تغيير اعدادات المحول، وهذا رمز الشبكه اللي متصل بكابل الشبكه. طبعا انا عندي ممكن يكون عده شبكات اللي هو الوايرلس او الكابل العادي اللي على حسب شو انت الجهاز اللي عم تشتغل عليه. هون انا عم بحكي على الجهاز اللي متصل فيه الطابعه، هذا الجهاز هلا مربوط عليه الطابعه، راح فوت لهون واعمل تفاصيل وراح اخذ هذا الرقم، انتبه 192.168.1.3، تذكروا لهذا الرقم لانه راح يفيدني بجهاز الكمبيوتر الثاني والكمبيوتر الثالث والكمبيوتر الرابع والكمبيوتر العاشر اللي راح يطبعوا عن طريق هذا الكمبيوتر. خلصنا من الهي، اوكي طيب انتهينا منها سكرنا. طيب هلا بدي انتقل لعند مكان جديد اللي هو لوحة التحكم، ورح انتقل لعند شغلة اسمها عرض الاجهزة والطابعات. هلا هون انا الطابعة اللي عندي رح اعمل لها مشاركة، بعمل زر يميني عليها، في شغلة اسمها تفضيلات الطباعة وفي شغلة اسمها خصائص الطابعة، بنتقل لعند خصائص الطابعة، في عندي شغلة اسمها مشاركة وبقول له مشاركة هذه الطابعة، رح يعطيني اسمها، وإذا كان في عندي عدة طابعات ضمن الشبكة وعلى عدة أجهزة كمبيوتر فيني غير هذا الاسم وحطه محمد خالد أو الجهاز اللي مربوط عليه بغض النظر، وبخلي إشارة الصح هون عرض مهام الطابعة على أجهزة الكمبيوتر، وهدول الإشارتين صح شغالين، بقول له موافق. هلأ هيك تشاركت الطابعة وصارت جاهزة. أوكي شباب، طيب ولاحظ الوصف عليها رمز هدول الزلمتين جنب بعضهم هيك انه هي مشاركة مشترك، تمام؟ انتهينا منها لهي النقطة. ما ننسى انه الطابعة موصولة هون معي على اليو اس بي وهي عم تطبع بشكل نظامي. هلأ رح انتقل على جهاز الكمبيوتر الثاني، انتبه علي، ورح اشرح على قضية كيف انه بده يشوف هي الطابعة ويطبع عن طريق الشبكة. وطبعا هلأ انا عم صور سطوح المكاتب وبعد شوي رح اعيد التجربة وارجيكم انه رح صور عن طريق الكاميرا للكمبيوترين شلون جنب بعضهم وعم يطبعوا من بعض. ننتقل عند الكمبيوتر الثاني. بالكمبيوتر الثاني أصدقائي مثل ما أنا شايفين أنا هون ما لم عرف الطابعة وما لم اتصل، رح أرجع أتأكد من قضية التاريخ والوقت اللي عندي إياها هون. أنا هلأ عندي الساعة
11:22 دقيقة، هي تغيير الوقت وهي 11:22 دقيقة مساء تماما. 30/1/2020، 30/1/2020 مساء، موافق. هي ضبطت الساعة وانتهيت منه لهذا الموضوع. طيب هلا بدي اعرف الطابعة. طبعا اكيد اسم جهاز الكمبيوتر مختلف عن اسم جهاز الكمبيوتر اللي هنيك، هون له اسم تاني، ليكو هذا هو اسمه، خلاص اكيد مختلف، انتهينا من هاي الموضوع. مننتقل لعند الشبكة، زر يميني فتح مركز الشبكة والمشاركة، كذلك الامر تغيير اعدادات المشاركة المتقدمة، هون تشغيل مشاركة الملفات، ننزل لتحت شوي، تشغيل المشاركة بحيث أي شخص يمكنه الوصول، إيقاف تشغيل المشاركة محمية بكلمة مرور، خلصنا منها. المنسدلة اللي بعد منها تشغيل مشاركة الشبكة، تشغيل كله تشغيل، وإيقاف تشغيل المشاركة المحمية بكلمة مرور، موافق وحفظ، خلصنا منها لهي النقطة. طيب هلأ في عندي شغلة رح ساويها هون اللي بدنا ننتبه لها كتير، وهلأ هون يعني هون البيت القصيد بتعريف الطابعة على الشبكة. بمسح كل شيء، بعمل بالشكل التالي سلاشتين، انتبه هتذكر رقم الاي بي اللي اخذناه من الجهاز الاول، 192.168.1.3 وانتر. لاحظ صديقي انا هلأ فتت على الكمبيوتر الثاني اللي عليه ويندوز 10، ولاحظ شو طلع لي؟ طلع لي الكانون، الطابعة اللي كانت مسماية ومشاركة. طيب هلأ رح اضغط عليها ضغطتين، ممكن ضغطتين او زر يميني تثبيت، ضغطتين متتاليتين بيمشي الحال. يتم الان البحث عن برنامج، يتم الان التحقق من وجود ويندوز ابديت. شوف صديقي ممكن تتعرف الطابعة من تلقاء نفسها، او يسحب التعريف عن طريق الشبكة او عن طريق الانترنت، وممكن ما يتعرف عليها، بالتالي انت تعريف الطابعة كمان لازم يكون موجود عندك على الجهاز الثاني. مثل ما انا شايفين رفقاتنا بعد ما بحث عن طريق الانترنت وما لقى التعريف تبعها، اعطاني هالرسالة هي. طيب بقول له موافق، رح يطالع لي نافذة عم يقول لي وين التعريف موجود عندك على جهاز الكمبيوتر. طبعا انا مثل ما لكم شايفين هلأ هون أنا ساحب تعريفات سابقة وفكيت الضغط تبعها بهذا المجلد. طبعا في منهم على شكل سيت اب، انستول، طبعا إذا كان انستول بتنصب التعريف بتقول له التالي، وأثناء التعريف بيقول لك هل هي موجودة على الشبكة، بتختار له إياها من على الشبكة. طيب أوكي، رح أقول له أنه التعريف موجود عندي على سطح المكتب بقلب هذا المجلد الدرايفر، وهذا هو التعريف، ورح أقول له موافق، مجرد ظهرت هاي النافذة عندي معناتها تثبتت الطابعة عندي بالطابعات على ويندوز. رح ادخل على الاجهزة والطابعات ورح لاحظ انه الطابعة موجودة واسمها كانون كذا كذا على، انتبه هاي الملاحظة، على 192.168.1.3، يعني اعطاني اي بي الجهاز اللي متصل فيه ومعرفة عليه. اذا هاي الطابعة رح تضل معرفة بهذا الشكل، ومهما عدنا تشغيل الحواسب وشغلناها رح تضل معرفة. طيب رح ارجع للكمبيوتر الاول اصدقائي، وفي ملاحظة مهمة جدا، ممكن طبعا وبالصدف كتير انه يروح التعريف تبعها اذا تغير الاي بي الخاص بهذا الجهاز. شو بدي ساوي بهي الحالة؟ معناتها بنصحك انك تعمل زر يميني على الشبكة اللي عندك، وساعتها بدك تثبت اي بي يدوي، بدك تثبته للاي بي يدوي، بدك تحط الاي بي مثلا لنفرض 5 غير الواحد، لانه الراوتر هو الواحد، اذا ما في راوتر ما في مشكله، وبتثبت بعض الاي بيات، اذا في راوتر بدك تحط الدي ان اس الخاص بالانترنت تبعك وتعمل له موافق. طبعا هذا الشيء رح نعمل عليه دروس خصوصي لاحقه بهذا الموضوع. اذا هلا الطابعه تعرفت وصارت جاهزه، يعني رح ارجع للجهاز الثاني. يعني هلأ أنا إذا بعمل هيك وبعمل هيك بسكر، وهلأ بأنشئ مستند نصي مثل ما أنا شايفين، ورح أكتب بقلبه عبارة تجريب الطابعة، وإذا بعمل ملف طباعة رح لاحظ أنه محدد لي الطابعة المتصلة على الشبكة.
طيب هلا انا راح انتقل للكاميرا وصور لكم شلون راح اطبع من جهاز لجهاز. اذا اصدقائي مثل ما انا شايفين هي طلعنا من السطحين المكتب اللي كنا عم نشرح عليهم، وهلا ليكني انا على الصوره لساعتني تركت عليها محل ما بدي اعطي امر الطباعه هلا لمستند النص اللي بين ايدي على هي الطابعه، وهذا الكمبيوتر رقم 2 وهذا الكمبيوتر رقم 1. مثل ما انا شايفين انا واصل كابل شبكه على راوتر واحد لهدول الكمبيوترين، وهلا رح اعطي امر الطباعه هي الطابعه رح ينطبع عليها عن طريق هذا الكمبيوتر، والامر رح يطلع من هذا الجهاز. لاحظت صديقي كيف طلعت الورقه وانطبعت، وهي العباره اللي كتبناها تجريب الطابعه وحدات اثنينات مثل ما انا شايفين، طبعا مع ملاحظة أن الطابعة متصلة بالكمبيوتر رقم 1. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.